نقدم لك مجموعة من الوصفات البسيطة مع جملة كرافت كريم القابلة للدهن. جربي لفافات خبز الروتي سهلة التحضير بالدجاج هذه الليلة. لهذه الوصفة ستحتاجين إلى جملة كرافت كريم القابلة للدهن وهذه المكونات. قبل أن تبدأي، ضعي خبز الروتي في الميكروويف لمدة 30 ثانية لتسخينهم. ضعي معجون التيكا في وعاء وعصري كمية وافرة من جملة كرافت كريم القابلة للدهن. امزجي الجبنة ومعجون التيكا معاً، ثم قلبيهم مع قطع الدجاج. افردي خبز الروتي الساخن، وبملعقة أضيفي مزيج الدجاج في خبز الروتي. انثري قليل من أوراق النعناع فوق الدجاج قبل لف الخبز وتقديمه مع صلصة مانجو تشاتن. ستجدين وصفة لفافات خبز الروتي سهلة التحضير بالدجاج هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لتستمتعي بالطعم الأصلي لمزيد من المرح.